بالك شفت اللقطه المدافع ضربني لاكسيون انجري بالون من هيك مدافع ضربني بالكود ضربته مباشره رجعت عليه لولا الحاج ولا الحاج غني على التعريف واش نحكي لك الحاج ولا غير اول مقابله لي انا كنا درنا ستاج في الصطوالي في الجي كي دخلت ريح قدامي ديجا ما كنتش نعرف واكدا بالاسم ريح قدامي ريحت انا قدامه نو هشام مرابط ما نقول لعيب هاد لي جامي بالك جاو الواد شوف ولا غير ما شاء الله الناس كرام الحمد لله يا ربي ولا غير ميم البلاصه بيان كان تقدر تعيش فيها الشط شويه الشط لا يصلح لكره القدم وكما يقولوا لاعبين كاع تكسروا لهم الميكرونفون تاع لي سولي وزيد لي بليسير ميم الشيخ او يعني لا بروف حنا اللاعبين انا نطريني في التدريبات بلي باسكات ولا بسولي ما فيهاش الميكرونفون يسموه باسكو يابس بزاف وخاطر خاطر على اللاعبين خاطر علينا حنا وراو الوالي والي عنابه لو كان يدير ثقه في الرئيس الفريق تاعي تاع هنا انا ما يعيطش شد راهك يلا كلام الناس عن حب خويا عن حب تزوجت بلابروف باش بالك باش نحي لك واحد انا تزوجت في البطوله تلعب تزوج كان معي مالك هادف كاين في قلبي يقول لك في لسانه ربي يحفظه خويا كثير النوم لاعب يرقد ياسر كاميني ايوا كاميني يرقد بزاف يحب يرقد وحده ديجا يحب حتى واحد يرقد معاه سكوت الكالم ظلام سكوت الظلام خير يا خويا سكوت الظلام لازم هذيك تاع الديمو هذيك اللومبا يطفيها يطلق عليك جمهور اتحاد عنابه نعم بالخائن صفة اللاعب الخائن سامحنا لهذه الكلمة بين قوسين لكن والله وصلتنا انا ولا لماذا رفض حسين بالح عرض شبيبة القبائل يوما ما؟ الجياس كطلبات يا حسين بالح ورفضت كما يقولوا